الأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، ضيفنا العزيز بينورنا ويشرفنا كالعادة. أستاذ عصام أهلا بيك. حبيبي أمير أنت اللي منور والجمهور العظيم اللي بيتابعك وبيتابع قناة الأهلي. منورنا دايما يا أستاذ عصام. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، أهم حاجة رأيك إيه في تصعيد النادي الأهلي بخصوص ملف التحكيم الأفريقي؟ النهاردة شكوى رسمية وصلت للفيفا بعد شكوى أولى وصلت للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعليق حضرتك. لا أنا عارف ده حصل وكتبت ده في اليوم السابع وبعض رواد مواقع التواصل اللي بيتواصلوا مع العبد لله يعني طمنتهم وقلت لهم هذه المره هي الاخيره ولن تمر الامور، لانه في نهائي الترجي لم يتوخى الكابتن محمود الخطيب اي حذر وقدم شكاوى واضحه جدا، لكن حصل عليها فرمله وفرمطه وجت بعديها يعني شويه انكسارات للكاف فتاهت الاوراق، فكان يمكن مداوات كل الجراح دي، والأهلي المؤسسة الأهم بالنسبة للكاف أو من أهم المؤسسات في البطولات التي هي استثمارات حقيقية طبعاً. بالإضافة لسمعة الكرة الأفريقية. لكن هنا بدأت يعني الجولات وضح تماماً أن هناك من مصر أو يصر على التلاعب بمستقبل النادي الأهلي، وبالتالي كانت الوقفة قلت تحديداً أن الأهلي سيستمر في المطالبة سواء مع الاتحاد الأفريقي كاف أو مع الاتحاد الدولي فيفا بتصاعدية مؤسسية، لأن طبعا ما عرفش الإجراءات بتمشي إزاي، وبالتالي يعني مش انفراجة صوت الأهلي دوا، مش انفراجة بقى لأنه صوت ده الأهلي. صوت الأهلي دوا، وبالتالي ربما لا يعلم كثيرون أن السيدة فاطمة سامورة يعني أبدت اعتذار كده للنادي الأهلي، لكنه لا يكفي وحده يعني في أروقة الكاف يعني. وفعلا أعلنت لسليماني الأخ يعني جيبوتي رئيس اللجنة ده سليماني وباري حاجة كده وباري ومعاه واحد من سيشيل وواحد من موريشيوس، هم دول اللجنة. الأستاذ يعيش في تونس. لا كابتن عصام ضمن لجنة الحكام الأفريقية بس استبعد المصريين، لأنه مع احترامي للكابتن عصام الفتاح كان لازم نسمع صوته، كان لازم نعرف أنه هو بيتابع الإجراء طبعاً. اللي حصل كان لازم حتى يخرج ليؤكد أنه كل تغييرة فيها نص دقيقة طبقا لقواعد التحكيم صح. كل تغييرة فيها نص دقيقة والإصابات تقف فيها الساعة طبعاً. وبالتالي الأهلي صعد الحكاية، لكن ما أعلمه عشان جمهور مصر أولا ثم جمهور النادي الأهلي يعي تماما ما هي حقيقة الأمور. هناك كلام عن دفع هذا السليماني للاستقالة بدل فعلا. طبعا وكلام عن أنه إيدي مايي يتولى تدوير اللجنة، واحد الحكام المحترمين في القارة الحقيقة تاريخه كان مشرف إلى أن اعتزل يعني. ده تحرك تبيس الفريق لملعب المباراة طبعا لبعض اللحظات. تفضل يا أستاذ. وبالتالي بدأ الحال يمشي في طريق أن الأهلي لن يتعرض لحرج مرة أخرى حين تأتي مكالمات عن اعتذارات ولن يحدث مرارا وتكرارا. لا كده خلاص بقى الملف مقفول كده، أشخاص يعني نأسف أن جنسيتهم توانسة حتى نفصل تماما بين، لأن هو ممكن يمارس طبعا. هذه الضغوط على فريق آخر تونسي صح. مدام الفريق اللي هو بيرعاه سيادته مش هو اللي مطلوب يعني دعمه وبالتالي هو تونسي بالصدفة، لأنه ده ملوش دعوة لا بالشعب ولا بالدولة التونسية، لكنه مصر على وجود يعني من لا يستحق في الكادر الكروي الأفريقي، وبالتالي الأهلي صعد وسيستمر في المطالبة طبقا للقواعد بقى، ترسل شكوى فيكون الرد خلال كذا يوم وبالتالي يكون لديك ما تقدمه. ما أعلمه أن هناك سيديهات تحمل مرفق. كل ما يمكن أن يكون ألعاب ليست هذه المرة ولكن على مدار ربما 10 سنوات أو 10 مواسم سابقة، وده جهد يعني محمود ومشكور من مجلس إدارة النادي الأهلي والطاقم الإداري اللي اشتغل عليه الحقيقة، بيبين مؤسسية نتمنى أنها تكون حاضرة في كل المؤسسات الرياضية الكروية منها وغير الكروية في مصر إن شاء الله. وبالتالي المسألة ما بقتش محتاجة رأي، محتاجة دعم، محتاجة أنه احنا الصوت يوصل، محتاجة أن كل الزملاء الذين يتعاملوا حتى عبر التراجم يكتبوا بترجمة بلغة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كمان كل وما يستطيعوا، أنه الحوكمة اللي بتحصل في الكاف لن يكون لها أي صدى، والتعديلات وطموح الفيفا أن القارة العظيمة منجم المواهب للعالم دي طبعا على رأس كل المناجم دي مصر، وبالتالي
لابد انهم ياخدوا بالهم انه يا اخي فيفا الكلام مش مظبوط، لانه لما توصل المحكمه وتكون لانه دول هم العداله العداله صح. وكل حكم لو تصور، ودي كلمه بقى مهمه، لو تصور انه قاضي وسيحاسب حساب القاضي الذي يحكم بين الناس، لان الموضوع في عرق وفي فلوس وفي نقل اقاليل غار وتاريخ منك ليا بصافرته اللي هي حكم المحكمه صح. وبالتالي اذا اختلت يعني ميزان العداله اللي يفترض انها معصوبه العينين، يبقى اي تعديل مش هينفع، لا تحقيقات بقى نيابه وقتها تنفع ولا تحريات مباحث، كل الاجهزه تعمل الى ان تصل لمنصه العداله. اذا اختل الميزان فيها مشكله كبيره. عشان كده ترجمت ما يحدث واستقبال الفيفا لشكوى النادي الاهلي ومتابعتها حق اصيل لكل زملائنا في الاقسام الخارجيه وكل من يكتب حتى من الجماهير واستطيع ان يتعاطى مع بعض اللغات الحيه ان يفسر هذه المواقف، لان الناس بتتابع ولديهم مكتب في مصر، الفيفا لديه مكتب في مصر، مكتب اعلامي، وبالتالي يمكنه ان يدرك ان صرخه الاهلي هي صرخه كل ما هو نظيف في القاره الافريقيه. طيب حضرتك قلت جزئيه مهمه جدا، ان احنا عايزين نفصل ما بين حبنا لاشقائنا في تونس وتصرفات بعض الشخصيات التونسيه زي بعض الشخصيات المصريه، ما هي ساعات بتقصوا على 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 جانب مصري للاسف يعني. تمام، لكن ده موضوع وده موضوع. يا بيو بعد اذنك عرض لنا الثلاث طلبات بتوع النادي الاهلي للفيفا، لان في النقطه الثانيه جزء مهم جدا، وقال لك ان الراجل جوشوا بوندو ده يا استاذ عصام أدار في مسيرته التحكيمية في أفريقيا 21 مباراة، منهم سبع مباريات للفرق التونسية، ده لحد حياته التحكيمية الأفريقية حاجة غريبة. حاجة غريبة. شوف بقى كمان لما يحبوا ها يعني يحتالوا بين قوسين يعملوا إيه بقى؟ التكرار غير مقبول وغير مرفوض، وقد يصل لمرحلة التحريم، معرفش هو في عقوبة ولا لا، لكن على الأقل يصل لمرحلة التحريم في اللعب النظيف. فيعملوا إيه بقى؟ يجيبوا الحكم مكرر اللي لعب للأهلي ومباراة فاز فيها الأهلي أربعة، ضمن النقاط ومباراة فاز فيها الأهلي أربعة، وكأنه عشان لما تيجي تحتج على التكرار يقول لك ده التكرار كان عندك أنت. شوف كيف تتم حبكتها يعني أكلة فاسدة زي ما بيقولوا يعني. لكن شاءت الأقدار أنه يعني تبقى فضيحة بجلاجل لحضراتهم يعني. هو ده فعلا الطلب الأولاني، يعني بالتحقيق العاجل فيما يتكون الحكم البوتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة المباراة المشار ليها وترتب على إهدار حقوق النادي الأهلي، التحقيق كمان في الإصرار على عرقلة مسيرة الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية. والنقطة برضو يا أستاذ عصام، أن بس مش البطولة دي أو مش المباراة اللي فاتت بس، لا ده على مدار سنوات كتيره جدا، حضرتك 10 مواسم على الاقل، 10 مواسم على الاقل فعلا من 2007 تقريبا، ودايما في اخطاء تحكيميه، كان فعلا في عمد لتعطيل النادي الاهلي عن فوزه بالوقت. مؤكد لان الموضوع تاريخ، وزي ما قلت لك استثمارات وبزنس وكل ما يمكن ان يكون افاده للعبه كره القدم، يريد ان يسرق كل هذا التاريخ عبر يعني زي ما قلت طبخه فاسده من المحروسه مصر عبر ممثلها النادي الاهلي. وعلى فكره لن ينجو احد، انا بظن يعني انه الانديه المصريه المشاركه في كل بطولات عليها ان تساهم ايضا في رفع الصوت صح. لانه لن ينجو احد، المطلوب صحيح راس الكبير الاهلاوي لكن ايضا الكره المصريه. ده شيء غايه في الاهميه، تتوقع انه ممكن يكون في خطوات اخرى يا استاذ حسام؟ الخطوات قياسا على يعني ما لدي من بعض الخبرات هي بتقف لحين تلقي الردود في موعدها، لكن الأغلب الأعم أن الأهلي ذاهب حتى ولو إلى المحكمة الدولية لتص، وبالتالي الإجراءات متصاعدة زي درجات التقاضي بالظبط. يبقى خلاص اللعبة المرة دي لن تمر، لن يقبل الأهلي فض بالكيل خلاص، يعني ما يسمى باقة ورد واعتذار ليلي لن يكون مقبول ولا مفهوم ولا له أي مكان من الإعراب. الكرة الأفريقية يجب أن تتطهر، تتطهر، دي جزئية مهمة قوي طبعا طبعا، من الحكام وخلافه طبعا، لأنه لما المدرج يتفتح، أنا واحد من الناس اللي كنت موجودين، ولولا الحقيقة الوزير دكتور أشرف صبحي والسيد السفير في مباراة الترجي ما دخلنا الملعب ولا كانت هناك يعني كارثة بكل المقاييس تجاه المشجعين المصريين خلف النادي الأهلي. يعني لما يكون شخص من متحدي الإعاقة عايزين ياخدوا منه المية، انت بتتكلم في ايه؟ لمجرد التغليس، لما يجيبك عشان تدخل الملعب من جنب مدرج الألترس او الشباب الترجاوي، انت بتتكلم في ايه؟ لما يسيب شباب
اوبن بوفيه. تتكلم في ايه لما المدرج المحظور يتم ملؤه ولا احد يتحدث؟ عشان كده الراجل الناصري المغربي ما كلش الموضوع في النهائي مع الترجي، ما كلش الموضوع لانه عارف اللعبه بتدار ازاي. فلما يخرج ما عدهاش فلما يخرج بالتصريحات يقولوا له قالوا له عديها لنا النهارده ونديك البطوله اللي جايه. لا هنهرج بقى كده، وصلنا لقمة التهريج يعني. طب من وجهة نظر حضرتك ايه الخطوات التي يجب ان تتبع لتطوير التحكيم الافريقي؟ مفيش حل غير ان احنا نبدا بانفسنا. تخيل ان ملاعبنا يبقى فيها الفار، يبقى مطالبة النادي الاهلي بان الفار لا يستخدم في السيمي فاينال والفاينال، يبقى حتى طلب منطقي. والدولة مش متأخرة، الدولة عملت الملاعب وتذكرة وفان اي دي وشركات وطنية للتسويق وضربت السوق الحصري بمال أسود وهكذا مواضيع. والأهلي كان حاضر في الميعاد بيذكر جماهيره وبيعمل اللي هو ما يسمى بالميموري سبورتس، أو اللي هو يعني ذاكرة كل ما يكون بيانات لطالب التذكرة من جماهيره قبل جماهيرته العمومية كمان. وبالتالي حين تبدأ أنت بالتطوير داخليا، حين يطالب الأكبر والأهم لديك وهو النادي الأهلي بتطوير المنظومة القارية، أنت بتدي له نفس عميق في الحديث. لكن أنت رايح تقول لهم كده وأنت عندك مشاكل في التحكيم، حاجة بصراحة برضو يندى لها الجبين يعني. أنا بقول الأهلي بيقابل بصراحة مشاكل تحكيمية محليا هنا كمان، ما أنا بقول لك وكأنه مكتوب على الجبين يعني. وبالتالي دي أول حاجة تعملها أنك تطور أولا عشان تبقى مسموع. متى كانت كلمة الكرة المصرية مسموعة؟ حين كانت مصر هي من تمد بالمعلومات بالملاعب بالأفكار بإقامة البطولات، كانت النموذج. حين نعود مرة أخرى النموذج ويعني ويعيش أهل الكرة على حجم مسؤولية ما أعطته الدولة من ما هو لوجيستي ودعم وكذا، هتلاقي مصر بتعود للصدارة ببساطة شديدة وكلها اليد العليا في التطوير. لكن انت النهاردة بتلاقي مصريين اما قاطع النفس، محدش صيح قال له انت بتشتغل في الكاف فاخرج على الكاف معارضا خالص، لكن على الاقل لا يجب ان يمر قدامك على السيستم ظلم وتصمت. لما نلاقي حد بحجم الكاب شطه وما يزعلش مني يعني بيخرج لتفنيد حاجات لا حد طلبها منه ولا هي صح بقى بالمره يعني، يا اما يجيب لنا الكتاب اللي هو بيقرا منه هو قال ايه بيوريه لنا، قال ان الاعتراض مالوش لازمه ومش عارف ايه والماتش عدى ويعني مره تروح ومره تيجي. لا يعني مفيش حاجه اسمها مش كلام طبعا. مفهوم يعني انت بتقوم بدورك وتحاول ان انت تشتكي وتصعد الموضوع سواء مع الاتحاد الافريقي فيها دي، انا ما فيهاش اي حاجه الاتحاد الدولي اكيد هيبقى في نتائج ليه. وانت لماذا تريد ان تبرئ حكم ظالم يعني؟ انا مش بقول بقى كابتن شطه اي حد يعني، بتكلم في سكه ان شطه ليه كل تقدير واحترام ماتش يفوت ولا حد يموت او مثلا ان انت تقول انه خطا حكم. لا اخطاء التحكيم مش دي، لا خالص اخطاء التحكيم مش دي. اخطاء التحكيم اللي هي ساعه تروح وساعه تيجي، مره عليك مره عليا وننزل المحطه الجايه، انما تقول لي ان خطا في اتجاه واحد لا لا لا، في حد بيحاول يعمل تاريخ على حساب الأهلي والكرة المصرية. إمتى ممكن نلمس نتائج الشكوى أو شكاوي النادي الأهلي بشكل عام بخصوص هذا الملف؟ أعتقد هتلمسها مع أول مباراة. مع أول مباراة طبعًا. سريعاً. طبعًا لأنه خلاص هتحصل هزة. وسيستم الفساد هيروح المؤشر بتاعه ينزل زي البورصة كده. يعني بورصة الفساد هتتضرب بعد هذه الشكوى. وبالتالي خصوصًا إن الشكوى من نادي كبير زي النادي الأهلي يعني في طبعًا. الحقيقة. ولهدد بالانسحاب، لأنه ينسحب ليه؟ أنا هبقى موجود وكل ما هو سيء وأسوأ هو الذي يجب أن يسحب مش ينسحب بقى. وبالتالي ده كلام مهم وإجراءات غاية في الاحترافية وغاية في ما هو مؤسسي. وبالتالي هتلاقي لها صدى سريع جدا جدا. خصوصا كمان في المباريات الكبيرة يا أستاذ عصام، يعني مباراة بحجم طب أنا عايز أقول لك مع شكوى الأهلي حكم الزمالك ومازيمبي اقترب من فكرة العدالة. صح ولا لا؟ في ملعب مازيمبي وكذا. صح فعلا كان عامل مباراة جيدة في الحقيقة. يا أخي لو قلت فوق المتوسط شكرا. بالظبط خصوصا في ملعب مازيمبي. لكن في ملعب مازيمبي. لكن يبدو أن الرجل تاجر الماس ده صاحب أو مالك نادي مازيمبي يبدو أنه هو أشرف من آخرين يعني. ده شيء مهم جدا في الحقيقة. وفي نفس الوقت يا أستاذ عصام يعني مباراة مثلا بحجم مباراة الأهلي والنجم ما لازم يبقى حكم على نفس المستوى. مباراة مثلا اللي كانت ما بين الرجاء والترجي كمين الحكم فيكتور جوميز من افضل الحكام في افريقيا من الاربعه الكبار على الاقل. ازاي تفرق ما بين المباراه دي او تعمل مقارنه غير حقيقيه من خلال ان انت تحط حكم مستواه قليل جدا ومتدني وفي المقابل تحطه في مباراه اخرى كبيره على نفس المستوى حكم اخر. هذا الحكم حكم مباراه والثانيه في افريقيا وتم استبعاده من الصافره
لانه دون المستوى بحسب معلوماتي. ويعني تم ترحيله من الاستادات لكن ابكي عليه كرابع وحاجات كده يعني، لانه ايه طبعا حبايبه الفاسدين ما هنش عليهم يرحلوه بره البطوله نفسها. مشكلة يعني المشاكل كلها بتبقى في المباريات اللي في تونس، مش شرط يكون الاهلي بس اللي فيها، يعني مثلا السنه اللي فاتت الوداد والترجي كانت مشكله كبيره، موضوع الفار كمان كان موجود مش شغال، ما هو بيلحقك دايما في تونس للاسف. وتعطيل وتعطيل يعني تعطيل ايه بيد احد يعني، مش تعطيل مفاجئ يعني، مش كان شغال وقطع، لا مفيش تقنيه تعطل بالسهل يعني. طيب ده كان حديث مهم مع الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير بخصوص ملف التحكيم الافريقي، وبعد شكوى النادي الاهلي للاتحاد الدولي اليوم في هذه الشكوى الهامه جدا. في المقابل زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي استاذ عصام، تحرك الفريق في اتجاه الاستاد القاهره الدولي، لان في مباراه بعد ساعه وثلث من دلوقتي، مباراه مهمه جدا مع بني سويف في دور 32 من بطولة كأس مصر. كيف ترى هذه المباراة؟ أنا شايفها مباراة مدية الأهلي فرصة إنه فايلر اللي أكد من أول ما جه إنه، وأنا قلت معاك لو أنت فاكر إنه جايب أحدث فيرجن يعني، أيوة مش صح، مش أحدث خطط وفقط أحدث فيرجن يعني، عايز النادي الأهلي كبير الكرة المصرية والقارية الأفريقية والعربية واللي ليه رانك عالمي طبعًا بمشاركات بطولات عالم ببطولاته، وإحنا عارفين نزاعه على المركز من الأول للثاني للثالث أحيانًا في الرانك العالمي. فده اللي فهمه لعيبته، وبالتالي هو ماشي على النظام ده، بمعنى انه زي في اوروبا مثلا عندك ماتش الدوري هو الاهم، ثم لو في كاس البلد سواء ملكيه او جمهوريه، ثم المشاركه القاريه اللي هي تشامبيونز ليج او اللي بتساوي الكونفدراليه الافريقيه في اوروبا اللي هي دوري الانديه، وبالتالي لازم يروح ساحب لعيبه ومجهز الباقيين في مباراه خفيفة فنيا زي مباراة. طبعا الكأس له مفاجآت حتى لو أندية الدرجة الثالثة يعني، لكن المسألة مرتبطة بالتدوير الطبيعي والمنطقي لمدير فني محترف كويس، لابد أن يسحب بعض أعمدة الفريق ويعطي الفرصة الآخرين، لأن عنده ماتش إمتى؟ يوم جمعة إن شاء الله النهاردة الثلاث، وبالتالي هو ده السيستم اللي إن شاء الله مع الراجل ده الأهلي مش هيشكو منه، لأنه هذا هو التدوير. التدوير مش حكاية إنك كل ماتش بطاقم، لا ما بيحصلش، بيحصل بس أثناء بطولة الدوري، ومادام الكأس ما انتهاش ولو نادي كبير مشارك في بطولة قارية في العالم المحترف، لابد من مد الإيد لرفع الضغط البدني عن بعض اللاعبين عشان المباراة الأكثر قوة اللي هتكون تاليه مثلا لمباراه زي الاهلي وبني سويف النهارده. التالي هي ثاني مباريات المجموعه مع الهلال السوداني، وما ادراك ما الهلال السوداني، فريق الحقيقه يعني فريق قوي، فريق صاحب سمعه افريقيه طيبه يعني. طيب في جانب ما ينفعش نغفله وهو خاص بعوده الاهلي لاستاد القاهره طبعا، ده شيء مهم جدا في مباراه اليوم، بتشوف العوده دي ازاي ومدى اهميتها خلال الفتره؟ شايفها حاجه تفرح وحاجه تسعدنا ان الانديه المصريه هتبدا تعود لاستاد الرعب الكروي طبعا، لاستاد يعني جمهور صحيح اللاعب رقم 12، لكن استاد القاهره عودنا ان هو لو جمهور اللاعب رقم 12 فهو اللاعب رقم 13 مع الانديه والمنتخبات، وبالتالي عوده حميد ان شاء الله يستمر ان شاء الله. طيب دي قائمه النادي الاهلي يا استاذ عصام، تتوقع التشكيل ايه؟ اتوقع التشكيل مش هيخرج عن انه اكيد شريف اكرامي هيلعب النهارده، محمود وحيد، عندنا الراجل اللي خف ياسر ابراهيم مش كده، احمد فتحي اولوديانج اواني ان هو يبقى موجود، اليوديانج في نص الملعب، لكن نكمل خط الدفاع، تتوقع مين جنب ياسر ابراهيم؟ جنب ياسر ابراهيم اعتقد ايمن اشرف هيلعب متهيألي يعني، ايمن اشرف ولا ممكن مثلا يكون سعد الراجل يجربه النهارده او يبص، ما اعتقدش مش هيجرب، احنا قلنا هيريح لكن مش هيجرب في اول مباراه يعني، انما وارد طبعا. وبالتالي اليوديانج عندنا ممكن تلاقي عمار حمدي، ممكن تلاقي مثلا مين تاني القايمه ممكن عمار حمدي، ممكن نلاقي احمد الشيخ مثلا، ممكن تلاقي احمد الشيخ، ممكن تلاقي وليد ازارو مش مروان محسن، ممكن تلاقي حسين الشحات برضو على سبيل الاستفاقه يعني، جيرالدو مثلا بزياده، ممكن جيرالدو، ولو ان انا شايف جيرالدو عمال يبعد شويه عن اختيارات الراجل يعني،
وبالتالي ده موجود في قائمه المباراه طبعا. لا اقصد يعني مش بيبعد، بمعنى انه الراجل مش بيعتمد عليه. واضح ان يعني السيد فايلر ذاهب الى تكوينه جديده عشان في يناير يبقى عنده حسبه نهائيه لما وصل اليه من اول ما تولى مران النادي الاهلي الى التوقف او نصف المسابقه في يناير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. عايز اقرا بعض توقعات جمهور النادي الاهلي على صفحه القناه على فيسبوك تحديدا، ونبتدي باكونت تحت مسمى الاهلي فوق الجميع، وبيقول ايه؟ بني سويف يا بلدي، معلش سامحيني، الاهلي وطني. واضح ان هو شخص من بني سويف، بني سويف واهلاوي، لكن اهلاوي بيحب الاهلي جدا. طيب حبيبه بتسال ماتش الساعه كام؟ ماتش 7:30. ايه وحيد قالت 5-0 للاهلي، تتوقعها للمباراه. ابو مازن قال ان شاء الله الاهلي هيفوز. ابراهيم احمد قال 5-0 للاهلي. حاصد الشوك ماشي بيقول المباراه الساعه كام؟ المباراه 7:30. محمد بن ناصر قال 2-0 للاهلي. صابر خليل قال 4-0 للاهلي. حسين قال 6-0 او 1، مش عارف، بس 6 ان شاء الله. 6-0 او 6-1 يقصد. ان شاء الله باذن الله. طبعا دي نتيجه تبقى كبيره وتبقى مهمه معنويا. سامي قال الماتش هيكون صعب شويه الشوط الاول، والنتيجه 3-0 صراحه الاهلي الشوط الثاني باذن الله تعالى. ميرولا مريم قالت 6-0 للاهلي. محمد تامر قال 5-0 للاهلي. يعني التوقعات كلها في اتجاه نتائج كبيره للنادي الاهلي، لانه الاهلي عود الناس الحقيقه مع فرق الدوري الممتاز، وهي فرق قويه بنتائج فيها اهداف، لا وكمان لعب. عشان كده المواطن يعني الاهلاوي، صح التسميه، بقى حابب يتفرج على النادي الاهلي لعبا ونتيجه، لانه الراجل وصل مفهوم اللاعبين انه احنا بنشتغل زي ما قلنا على احدث حاجه. عشان كده الناس مثلا في مباراه بحجم مباراه النجم الساحلي وانت بيتقال التشكيل، الزنانات المصريه كان يقول لك ايه؟ السوليه، فمستنين الديفندر بقى الثاني اللي هو زي ايام حسام عاشور الخوالي. ربنا يا رب يبارك في هذا النجم العظيم طبعا يعني. كبير. وبالتالي لا، الراجل خلى كل حد يجي هنا ينفع يبقى ديفندر. قفشه يجي هنا يبقى ديفندر. وليد يجي هنا يبقى ديفندر. ليه؟ ما بقاش في العالم اثنين اسمهم ديفندر لعبهم اللي هو المدافع الوسط، خلصت دي. عشان كده بقول لك رهنا على الراجل ده، كان من اول يوم تدريب شفناه فيه. الحقيقه هو مدرب بيعمل على احدث شيء، واقنع اللاعبين انه اولا اللي عايز يلعب كره لوحده، حتى بعض المدربين النابهين كان يقول لهم مثلا اللي عايز يلعب كره هنجيب له كل واحد كره، لا اعتقد ان هو بيقول لهم اللي عايز يلعب لوحده هيتعور، فبدل ما يتعور واخسره انا هقعده جنبي لما يقتنع بالسيستم. اللي يعني ووجودك في التشكيل، ودي جمله عبقريه قالها في اول ايام، وجودك في التشكيل انا منتظر الاوردر منك. يعني انا اندر يور اوردر. ليه؟ بما انك هتأدي المطلوب حضرتك هتبقى في التشكيل، انا هحط التشكيل بناء على اللي انت شربته مني خلال ايام المران. وبالتالي بقت وجهه الاهلاويه كلها ان يروا كره قدم ونتائج. طيب استاذ عصام، هل تتوقع استمرار طريقه اللعب او الخطه الخاصه بمستر فايلر في مباراه اليوم بعد الماتشين اللي فاتوا امام الجونه والنجم الساحلي، انه يلعب بعمر مثلا سوليه او حد مكان عمرو سوليه؟ ما كانش عمل كده في النجم. هي مباراة افتتاح المجموعات، يعني هيستمر عليها مع فريق ثقيل كرويا لاسم لسمعة. لا، ما كان، بقول لك الراجل جاي يحدث الموجودات. الخطط هي يا امير، لكن طرق التطبيق وفكرة الحداثة اللي هي الكرة الشاملة. تمام، الكرة الشاملة اللي ما فيهاش واحدة بس ولا طويل ولا أي حاجة من النوع ده، هتلاقي الأهلي من أول ما جه السيد فايلر بطل اللعب ده. أخيرا توقعت حضرتك النتيجة؟ سريعا سيفوز الاهلي وبغله وافره يعني، بس ما اقدرش اقول 5 و6، فده رقم حتى لو مع بني سويف مش بالسهل، لانه في ظل فريق هيدافع باستماته يعني. استاذ عصام شلتوت، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بشكرك شكرا جزيلا. الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت ورئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع كان ضيفنا في حلقه كلام في الميديا النهارده. حتى الان التشكيل الرسمي لسه ما تمش الاعلان عنه، هتعرفوه من خلال كابتن اسلام الشاطر في ملعب الاهلي بعد قليل. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، بكره نبارك لبعض ان شاء الله بتاهل النادي الاهلي دور 16 من كأس مصر. إلى اللقاء.